عارفين احنا عايزين ايه. انت بقول لك ايه؟ عايز انت تعرف انت ايه؟ انت انضف شعب في الدنيا، بقى لنا سنه ونص عايشين في انفلات امني، مفيش عسكري جروب في الشارع، احنا ماشيين وكويسين. لسه ده مسؤولين يخلي بالهم من الشباب شويه بس. يا نموت كلنا لو كنت واحد مننا، اهتف وقول زينا العسكر يمشي من هنا. كان في شاب عمال يطلب المتظاهرين ببدايه الاحداث، واقف على ناصيه او على شيء مرتفع يهبط. اجى ابوه لعنده، بعث له اول مره ما راحش لعنده، ثاني مره كمان ما راحش، ثالث مره ما راحش، وقد يهبط. يظل هالهتاف فاضي، اجى ابوه لعنده مسكه وضربه. بعد يومين ثلاث مشت المظاهره، الشاب واقف يهتف على الباب وابوه يهتف وراه. اذا فيكم اعطونا هالشيء. يعني شعورك طب شو انت حسيت؟ الشعور الخوف يلي كان مزروع في تبدد الخوف كان عند الاباء شيء قوي، والاولاد او الاطفال او الشباب هم اللي روحوا هذا الخوف. بلدي